مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. كاين يوم عالمي مهم جدا، يوم 15 سبتمبر هو اليوم العالمي لحرية التعلم. كذلك كاين 15 سبتمبر كذلك يوم عالمي للتنظيف. كذلك كاين يوم 16 سبتمبر يوم عالمي بدون سيارة. كاين يوم عالمي مهم جدا، يوم 16 سبتمبر هو اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سوف نقدم لكم التلي بالأكحل، ولد سنة 1780 بمدينة زعفران بولاية الجلفة. إذن أحبائي، كما حكيت لكم مقبلة قلت لكم راح نحكي لكم حكاية الدبابة الحائرة. أجبد تشوف أجبد. واو، تشفيق عليه. عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها محفظتي محفظتي، تغنوها معايا؟ يلا معايا. محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي، محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي. وانتم يا أحبائي إلى حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلى توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد .com ولا الابليكاسيون التطبيق عمو يزيد على البلاي ستور وضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد.